بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اللقاء نستكمل موضوع المعالجات المحاسبية المتعلقة بقسم الاعتمادات المستندية. شباب، الاعتمادات المستندية تخص التجارة الخارجية. إيش يعني التجارة الخارجية؟ يعني لو أنا بدي أشتري بضاعة من الدولة الأجنبية، لهم لا المصدر بيعرفني ولا انا، لا هو بيعرفني ولا هو ولا انا بعرفه. فلكي يتم عملية التبادل التجاري بين الدول، فاحنا بحاجة الى مستند يعتمد عليه في موضوع التبادل التجاري. وليش المستند هذا؟ علشان انا اضمن انه البضاعة تجيني وبعدين وادفع قيمتها، ويضمن انه المصدر انه يرسل، لما يرسل البضاعة يستلم قيمتها. فانا بحاجة الى معاملة، الى اعتماد مستندي. طبعا اعتماد مستندي هنا يا شباب يتبع اللوائح والاعراف الدولية في التجارة الخارجية. طيب، احنا شباب احنا في السابق عرفنا انواع التسديدات الائتمانية، قلنا في عندنا السلف وقروض، وحكينا في عندنا خصم كمبيالات، وحكينا في عندنا كفالات، وحكينا عن الكفالات انه هي برضو تسهيل ائتماني، بس تسهيل ائتماني داخلي، يعني بين البنك، بين المقاول والوزارة، وفي النص الوسيط المالي هو البنك. بينما الاعتمادات المستندية فيقصد بها هي برضو وسيط مالي، ولكن بين دول، بين مصدر أجنبي ومستورد محلي. تعال نشوف. وتكلمنا هنا زي ما تكلمنا عن الكفالات، قلنا يترتب عليها مخاطر، وتتمثل هذه المخاطر في تسجيل الكفالة، أي تحويل قيمة الكفالة إلى نقد في يد وفي تصرف المستفيد اللي هي الوزارة مثلا، دون اعتراض بحكم القانون، وهذا يتمثل فيه خطورة. لذلك الكفالات واعتماد المستندية تعتبر من التسهيلات الائتمانية الغير مباشرة، وهي أخطر من التسهيلات المباشرة. طب ليش؟ إيش السبب؟ شباب، التسهيل الائتماني المباشر أنا بدفع للعميل قرض، بدفع للعميل قرض وأنا عارف إيش اللي دفعته، عارف اتبعته، عارف متى حصل القرض، وعارف انه مدى قدرة المقترض على السداد، وبناء عليه حددنا الفائدة، وبناء عليه اعطينا مبلغ القرض. لكن في التسهيل غير مباشر، انا هنا بعطي الكفيل، بعطي العميل كفالة، بدي اعتماد مستندي، ومش متوقع انه يعني يتعثر او يقف عن ايش تكملة اجراءات الاعتماد او الكفالة. لذلك فالمخاطرة هنا اذا انا العميل هذا ما تمكنش من تكملة دفع مستحقاته، فانا كبنك اتعهد امام الطرف الثالث ان اقوم بالسداد وقت ما يطلب من المستفيد، وهذا يعتبر مشكلة، مخاطر. الاعتمادات المستندية شباب قلنا هنا تشبه الكفالة او خطاب الضمان، لان كلاهما يتطلب كفالة البنك للطرف الثالث اللي هو المستفيد، الا ان الاعتماد المستندي قلنا انه ايه يصدر للبنك الاجنبي، يعني يخص التجارة الخارجية. وهنا البنك الاجنبي هنا مبلغ للمصدر بانه يا مصدر كمل اجراءات شحن البضاعة، وانا وسيط مالي بناء على تعهد البنك المحلي انه هو هيدفع في حال تنفيذ ما تم اتفاق عليه. لذلك فإن البنك لكي يخفض المخاطر تاعته فهيطلب رهن أو غطاء نقد بنسميه،
وإنما يسمى محاسبيا بالتأمينات النقدية. التأمينات النقدية يا شباب هنا تحدد حسب عدة اعتبارات، منها سمعة العميل ومنها الظروف الاقتصادية والسياسية في البلد وموزة هذه. خلينا نشوف أطراف الاعتماد المستندة. قلنا عندنا العميل اللي هو طالب فتح اعتماد، عندنا البنك المحلي هو الذي يفتح الاعتماد ويتعهد للمصدر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقلنا انه عندنا هنا البنك الخارجي اللي هو مبلغ الاعتماد للمصدر. طبعا البنك الخارجي يا شباب هنا بس هو يعتبر مراسل او مرسال، وفي عندنا المصدر هو المستفيد من الاعتماد المستندي. طبعا شباب الاعتماد المستندي له رمز ال سي، بسميه هنا ال سي اللي هو لتر كريديت. هب أنك تريد استيراد بضاعة، هل تستطيع أن تطلب من المصدر توريد البضاعة ثم تسدد، أو العكس ترسل قيمة يرسل المصدر قيمة البضاعة ثم يطلب المصدر سداد قيمتها؟ طبعا هنا لأنا بقت لا في أمانة بيني وبينه، لأنه لعدم وجود معرفة مسبقة فيما بيننا، فهذا يتطلب وسيط مالي زاد جهة اعتبارية وقوة مالية تتكفل الطرفين. لذلك نتيجة عدم وجود هامش أمان هناك كان الوسيط المالي كجهة اعتبارية محترمة قادرة على سداد الحل المشكلة بفتح اعتماد مستند. ونظر لأن الاعتماد لأن العلاقة التجارية الدولية يحكمها بأن ونظر لأن العلاقة التجارية ودولية فإن يحكمها لائحة دولية، لأن بين الدول يا شباب، لأنها بين الدول، وهي تسمى هنا لائحة القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية التي أصدرت من قبل غرفة التجارة الدولية في معالجة العمليات الدولية. إذن اعتماد مستندي يعتبر رسالة أو خطاب يصدره البنك المحلي بناء على طلب العميل إلى المصدر من خلال البنك المصدر، يتعهد به بسداد قيمة البضاعة. لذلك فإن اعتماد المستندي يخدم المصدر والمستورد. طيب شباب، عند فتح اعتماد يتم اتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بشحن البضاعة. طبعا انا بتواصل مع المصدر، بتفق معه على كل شيء، على البضاعة كتالوجاتها مصاري ومواصفاتها الكمية السعر، كل الأمور هذه بتفق عليها، آلية السداد، آلية الشحن، آلية نقل البضاعة جوا بحرا أمور زي هذه. هنا يقوم المصدر بشحن البضاعة وإرسال المستندات إلى بنكي. طبعا هنا في أنا عندي أصبح عندي بنكين، بنك محلي بالنسبة للمصدر للمستورد، وبنك اللي هو الأجنبي هو بنك التابع لمين؟ للمصدر. طبعا هنا المصدر يا شباب لما يجهز بضاعته ويشحنها هياخد اوراق المتعلقه بالشحن البضاعه، وحنشوف الاوراق الشيء الحين حنشوفها بالتفاصيل، وحيبكتها يحطها في باكيت ويسكر عليها، وحيسلمها الى بنك بتاعه وهو البنك المراسل، اللي بدوره حيقوم بنقل هذا المستند الى بنك المستورد اللي هو البنك المحلي. يقوم البنك هنا بعمل حجز على المستندات واتصال بالعميل ويحكي له فيها انه البضاعة وصلت، انه اساس المستندات وصلت، وعليك تتوجه الى البنك خلال يومين على ان تقوم بسداد القيمة علشان انا اتمكن كبنك من توريد القيمة المستحقة ل المصدر.
هنا المشكلة وين؟ طب إذا لم يتمكن العميل المستورد من تسداد باقي القيمة، لا يستطيع البنك المحلي إنه يعتذر أو يتباطأ في السداد بناء على اتفاق الدولي، بناء على اتفاق وفق الاتفاق المستندي اللي هو يتبع القانون الدولي. هنا يتوجب على البنك المحلي سداد قيمة البضاعة ومطالبة العميل باستيفاء المبلغ اللي تم دفعه. عشان هيك البنك راح يعمل حاجة اسمها التأمين النقدي أو الغطاء النقدي. هذا الغطاء النقدي يتم احتسابه كنسبة من قيمة الاعتماد، كلما زادت النسبة قلت مخاطر البنك. ولكن في المقابل يا شباب، ما بقدر أطالب العميل أو المستورد إنه يعطيني 100% من قيمة الاعتماد، لأنه أصبح هنا لو أنا البضاعة تسلم بعد شهرين، معناته إنه أنت يا بنك حتحجز أموال إلي لمدة شهرين، فحيترتب عليها خسائر بالنسبة إلى المستورد بإنه أمواله لن تدور. عشان هيك يتم اتفاق على نسبة معينة من قيمة الاعتماد في صورة التأمينات النقدية، تحدد بناء على التفاوض وسمعة العميل، ويدخل فيها سمعة العميل والظروف الاقتصادية والسياسية. هات نشوف آخر شيء في الأمور النظرية، نشوف أنواع الاعتمادات، وهذا مهمة. في اعتماد مستند قابل للإلغاء، يعني اعتماد مستند يستطيع كلا الطرفين المصدر والمستورد أن يتم إلغاء هذا المستند في أي وقت ممكن. ولكن متى لا يستطيع إلغاؤه؟ إذا حمت البضاعة على ظهر السفينة. في هذه الحالة تنتقل ملكية البضاعة من المصدر إلى الشركة الناقلة كملكية مؤقتة إلى أن تصل البضاعة إلى المستورد. هنا طبعا تنتقل الملكية إذا هنا لا يستطيع الطرفين بإلغاء الاعتماد المستند. اعتماد مستند قابل للإلغاء غير قابل للإلغاء، أي لا يجوز لأي طرف من الأطراف القيام بإلغاء المستند. في اعتماد معزز. إيش يعني اعتماد معزز؟ شباب، أنا عندي طرفين أو وسيطين ماليين في موضوع الاعتماد المستند. الطرف الأول هو البنك المحلي، هو فاتح الاعتماد، يعني فاتح اعتماد يعني هو الضامن وهو المتعهد بالسداد، فهنا يعتبر هو معزز في كل الأحوال. طب إيش يعني اعتماد مستند معزز؟ أي أن البنك الأجنبي يشارك البنك المحلي في موضوع الكفالة والتعهد. لذلك هنا طالما أنه شارك البنك المحلي في الكفالة والتعهد، فهنا عزز تعهدات البنك المحلي أمام المصدر، أصبح الوسيطين الماليين هم المتكفلين للمصدر بدفع قيمة البضاعة. اعتماد قابل للتحويل، وهذا يترتب عليه يا شباب لو أنا في عندي احتمال كبير إنه المصدر لن يتمكن من شحن البضاعة كاملة. هنا بكون في عندي اعتماد قابل للتحويل، أي أن يستطيع من خلاله لو لم يتمكن المصدر بتصدير من شحن البضاعة، أن يتم تحويل الاعتماد من المصدر إلى مصدر آخر، وهذا يتم لمرة واحدة. وإن لم يتمكن المصدر الثاني فإنه يلغى الاعتماد ويتم إعداد اعتماد جديد. في اعتماد مستند قابل للتجزئة، شباب إنه أنا هنا أحيانا ما بقدر أطلب من المصدر إنه يشحن إلي البضاعة مرة واحدة، ولكن بطلب منه شحن البضاعة على مراحل حسب العرض والطلب، ولكن بطلب منه يشحن لي على مراحل، يعني كل شهر مرة، بحيث انه اتمكن من
حتى بحيث انه يتمكن المستورد بانه يغطي قيمة البضاعة المشحونة، يغطي قيمة البضاعة بشكل مجزأ، انه يبيع البضاعة اللي تم شحنها ويورد الكمية، وبعدين يطلب الكمية الثانية حتى ينتهي قيمة الاعتماد بالكامل. في اعتماد مستند دوار. ايش يعني دوار؟ طبعا هنا اعتماد مستند دوار، هنا هذا مش لكل عميل، ولكن هذا طبعا اعتماد مستند دوار له نقطة بداية وما لهش نقطة نهاية. ولكن هذا الاعتماد الشباب يفتح، طبعا هنا يفتح الشباب لأطول فترة ممكنة، وهذا يفتح لأمور معينة ليست لكل شيء، ولكن لأمور معينة بموافقة الدولة أو بطلب من الحكومة. وهذا يعتبر للسلع، مثلا سلع يعني الطلب عليها بشكل عطول العام، بشكل دوري عطول العام. هذا في الحالة هذه، في الحالة هذه يمكن إعداد اعتماد مستند دوار للسلع الغذائية الأساسية والأدوية حليب الأطفال التي لا غنى عنها. طبعا هذا يتم من خلال بطلب من الوزارة أو بطلب من الحكومة. نكمل. في عندي المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد، المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد. تعال نشوف ايش المستندات التي يجب أن تكون ضمن مظروف الاعتماد المستندي، ضمن المستندات المتعلقة بالاعتماد. أول حاجة رخصة استيراد من قبل الوزارة المختصة، يعني أنه موافقة الوزارة المختصة على قيام المستورد باستيراد البضاعة. فليش هنا يا شباب؟ لأنه لضمان عدم استيراد بضاعة محرمة، أدوية محرمة، مو زي هذه. هنا شباب نكمل موضوعنا. المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد، في أول حاجة رخصة الاستيراد من قبل الوزارة المختصة، يعني أدوية زراعية من وزارة الزراعة، يعني مواد غذائية من وزارة الصحة، يعني كل وزارة على حدة، لضمان انه البضاعة التي يتم استيرادها ليست غير مخالفة للقانون في البلد. يعني مش معقول انا استورد خمرة، تمام؟ فيجب ان اخذ ترخيص باستيراد هذه البضاعة. في عندي كمان حاجة تانية، في فاتورة مبدئية اللي هي بريف فورما، اللي هي فاتورة. طبعا انا يا شباب هنا المستورد إلى هذا الوقت لم يقم تجهيز بضاعة بالكامل ولم يشحنها، طالما لم يتم تجهيزها ولم يتم شحنها معناته هنا يا شباب مش هيعمل لي فاتورة نهائية، فنسميها فاتورة مبدئية. فاتورة فيها مبدئية فيها كل تفاصيل الفاتورة النهائية ولكن غير معتمدة ضريبيا. فهذه الفاتورة بها الأصناف والقيمة والمواصفات، الكتالوج، وقت التسليم والاستلام، وسيلة السداد، وآلية النقل، وكل أمور هذا بقول موجودة بكون في الفاتورة المبدئية. ففيها جميع المواصفات المتعلقة بالبضاعة. إذن تحويل عملة شباب، هنا في الدول أحيانا لما يكون في عندها عجز في العملة الأجنبية فبتمنع المستورد ان يقوم باستيراد البضاعة لضمان بقاء العملة الأجنبية الصعبة داخل البلد. لذلك انه اذا انت بدك تستورد معناته لازم تطلب من الدولة اذن بالاستيراد، لان انا على سبيل المثال معايا جنيه بدي اروح للبنك احوله الى دولار. طب اذا كان انا عندي عملة دولار، يعني ما فيش عندي فائض او فيش عندي كمية المطلوبة، لن اسمح للمستورد باستيراد. اذا هنا يسمح للبنك باخراج، اين هنا الاذن هذا؟ بناء على الاذن
طبعا الاذن هذا يتم اصداره من قبل وزاره الماليه او البنك المركزي، يسمح من خلاله للبنك باخراج عمله اجنبيه من احتياط العمله لدى البنك المركزي، والاذن هذا للحد من استنزاف العمله الاجنبيه والحد من تدني ميزان المدفوعات. عندنا وثيقة الشحن اللي يسمى الإرسالية من أهم المستندات، فهو الذي ينقل ملكية البضاعة من المصدر إلى الشركة الناقلة ومن ثم إلى المستورد. يعني هم مسميها إرسالية أو وثيقة شحن، يعني هي وثيقة نقل ملكية. وثيقة تأمين، طبعا هنا الشباب لما يتم نقل البضاعة برا أو جوا يترتب عليها مخاطر التلف وموز هذا، فوثيقة الشحن هنا من قبل يتم إصدارها من قبل شركة التأمين، أسف وثيقة التأمين يتم إصدارها من قبل شركة التأمين. هذه الوثيقة إذا تعرضت البضاعة إلى مخاطر فإن شركة التأمين التي تقوم بتعويض تعويض الم... تعويض الأطراف قيمة المخاطر التي تعرضت لها البضاعة. شهادة المنشأ يا شباب، حتى نضمن عدم تزوير البضاعة فيجب أن يكون هناك شهادة تثبت جنسية البضاعة. فالبضاعة الصينية يجب أن يكون هناك إثبات بأن هذه البضاعة صنعت في الصين. جنسية تركية أي أن تثبت أن البضاعة صنعت في تركيا لضمان عدم الغش والتزوير. شهادة صحية، يعني شهادة يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة في البلد التي يشحن هذه البضاعة أن هذه البضاعة مطابقة للمواصفات، وإذا كان هذه البضاعة تخص البني آدم فإنها قابلة للاستخدام ويعني ضمن المواصفات الصحية العالمية. أثناء شحن البضاعة بالكامل، طبعا هنا بتم شحن البضاعة يا شباب بيكون هنا عندي يعني جهة كاملة أو لجنة كاملة تقوم بالإشراف على عملية الشحن، مندوب عن المصدر، مندوب عن البنك المصدر البنك الخارجي، مندوب عن غرفة التجارة الدولية وهيئة التفتيش الدولية لأجل التأكد من مطابقة المواصفات وفق الفاتورة، وهذا يتم مقابل عمولة لضمان أن هذه البضاعة سليمة من حيث الشكل والقانون وكل الأمور بالتفاصيل الكاملة. نيجي على القيود المحاسبية شباب، انه انا لما اروح اتوجه الى البنك واطلب من البنك يا بنك افتح لي اعتماد مستندي، طبعا البنك هنا اذا وافق البنك حيقوم بفتح اعتماد مستندي، وحيقوم باثبات الاعتماد المستندي في من خلال قيد نظامي. هذا القيد الهدف منه فقط القدرة على التدقيق والمتابعة، متابعة المعتمدات المستندية المفتوحة خلال الفترة. فشان تحمل القيد النظامي هذا واثبت فيه انه انا عندي تعهدات قيمتها كذا، وبعد ما افتح اعتماد حتى هطلب من العميل يا عميل اعطيني قيمة المصاريف اللي انا هتحملها واعطيني غطاء نقدي بحيث انه اخفف المخاطر بتاعتي. فحيقوم البنك هيخصم من حساب جاري العميل قيمة التأمينات النقدية اللي هو الغطاء النقدي وقيمة العمولة اللي ايش الخاصة بالبنك وفرق العملة ومصاريف مستردة. فرق العملة المقصود ايه فرق العملة؟ انا اذا كان في تعهد اذا البنك عمل تعهد على نفسي فهو ملزم، وعلشان طب هنا لو اعتبر البنك ملزم وبسداد باقي القيمة، سداد بالدولار، سداد باليورو، مزه هذه،
وانا متفق مع البنك على مثلا الشيكل ما قيمه الدولار. طب اختلف السعر الصرف، طب مين حيتحمل الفرق اختلاف السعر؟ فهنا البنك بيحتاط لنفسه، فبياخذ من العميل المستورد فرق عمله. لو صار في مشكله وصار في عندي خلل في اسعار الصرف، فيمكن من خلال فرق العمله هذا تغطيه العجز بين في سعر تحويل العمله، فبأمن نفسه. طيب مصاريف مسترده، طبعا هنا البنك حيقوم بمراسلة البنك الأجنبي، وفي عندي فاكسات وفي عندي مصاريف تانية، فحيقوم البنك باحتساب قيمة هذه المصاريف لأجل لو أنا أنفقت مصاريف حستردها من خلال الحساب هذا. طبعا هنا شباب، طبعا هنا الفرق العملة والمصاريف هذا، إذا البنك يعني ما انفقش كل المصاريف هذا يعتبر بالنسبة له ايراد. طب هنا في حالة انه انا متفق مع المصدر على توريد البضاعة خلال شهر، اختلف الامور ولم يكمل الفترة ولم يتمكن المصدر من توريد البضاعة، فطلب وتم اتفاق بين الطرفين على تمديد قيمة مدة الاعتماد، فهنا يتم التوجه الى البنك مصدر الاعتماد ويطلب منه تمديد فترة الاعتماد. فهنا مش هنروح نعمل قيد نظام جديد، ولكن يكتفى انه البنك ياخذ عمولة على الفترة التمديد، وهتخصم العمولة من حساب جاري العميل هكذا. طيب تاني حاجة شباب، هنا البنك المحلي لما بياخذ تأمين بياخذ تأمين له، هياخذ تأمين وحيورد قيمة التأمين هذا لبنك المصدر، بنك المصدر. فهنا التأمين، طبعا احنا قلنا في التأمين في السابق قلنا ايش، من حساب الحسابات الجارية الى حساب ايش التأمينات، هناخذ قيمة التأمين هذا ونورد المبلغ مين؟ للبنك الأجنبي. كيف حنورد له؟ حنقول من حساب المراسلين اعتمادات أو اعتماد إلى حساب البنك المركزي، وحنبعث لهم إشعار، حنقول لهم هاي عم قيمة التأمين، تفضل هاي جزء من المبلغ، تم إرسال عن طريق البنك المركزي مبدئياً. عند وصول البضاعة، طبعا الوصول بتصل البضاعة، طب قبل ما تصل البضاعة حتصل لنا المستندات المتعلقة بمستندات اعتماد المستند او مظروف اعتماد المستند، المستندات الخاص جميع المستندات اللي حكينا عنها في السابق حتكون ضمن ملف الاعتماد المستند، وهذا كله حيتم ارسالها من بنك المصدر، من المصدر نفسه الى البنك المصدر الى البنك المستورد، وحتكون الملف هذا في عهدة بنك المحلي. بعد يتم استلام المستند هذا، يقوم البنك المحلي بإبلاغ العميل بأنه هذه المستندات هي موجودة عندي، وتعال سدد باقي القيمة حتى تقدر تفرج عن البضاعة من الميناء. تمام؟ فحنقوم عفوا، فحيقوم البنك بفك قيمة التأمين النقدي وخصم باقي المستحق على العميل من حساب الجاري، هاي حساب الجاري، وكمان حناخد التأمين اللي حاطينه عنا، وكل هذا الكلام هذا مجموعهم هو قيمة الاعتماد المستندي، حيتم ارسال القيمة الى المراسل الاجنبي اللي هو البنك المراسل الاعتماد. طبعا هنا شباب ملاحظين انه احنا اساسا بعتنا له جزء، فكان حساب المراسل الاعتماد مدين بالجزء اللي تم ارساله ودائن بكامل المبلغ،
الفرق بينه هو المبلغ المتبقي اللي أنا حرسله إله، حرسله لمين؟ لبنك الأجنبي. بعد هيك تحويل باقي القيمة. طبعا على سبيل المثال قيمة الاعتماد اللي احنا التأمين، قيمة المبلغ اللي قيمة الاعتماد 100,000، أخذنا التأمين 30,000، 30,000 وردناهم للبنك الأجنبي، أصبح هنا البنك الأجنبي أو المراسل الأجنبي، البنك المراسل الأجنبي هو أو خلينا نقول المراسلين الاعتماد، أصبح ضايل لهم 70,000، لأنه لأنه هو الاعتماد 100 واستلموا 30، ضل 70، يتم توريد باقي القيمة. طب في حال تجزت البضاعة، لما أنا جز البضاعة برضو أنا حلغي الاعتماد المستندي بقيمة البضاعة التي وردت إلى المستورد. إذن يتم إلغاء الاعتماد المستندي على مراحل. حتى يتم إلغاء الاعتماد المستندي بكامل بالكامل، طبعا هنا هي عندي، خلينا نشوف يا شباب هنا التمرين المحلولة ونحل التمرين غير محلولة ونحلها. تعال نشوف أول فقرة بتقول لي عند 80,000 قيمة اعتماد مستندي مفتوح بناء على طلب العميل المستورد، العمولة 9% على 8% والمصاريف 400 والفرق العمولة العملة 200. طبعا هنا شباب حناخد المبالغ هذا، حنخصم المبالغ هذا من حساب جاري العميل، من حساب جاري مين؟ العميل. فحنقول من حساب حسابات جارية إلى مذكورين، العمولة 900، مصاريف 400، فرق عملة 200، مجموعهم 1500، حيتم خصمهم من حساب جاري العميل، ومن بعدها يتم فتح اعتماد مستندي. هاي اعتماد مستند اثبتناه، وبعدين استيفاء المصاريف. لو ملاحظين هنا ما فيش تأمينات، أنا فيش تأمينات لأنه أساسا المسألة ما حكتش في قيمة التأمين. طالما ما حكتش قيمة التأمين خلص أنا حسب المسألة إيش موجود عندي. طيب في 11/11 تم فتح اعتماد لحساب أحد العملاء المستوردين من أجل استيراد بضاعة من اليابان بقيمة 200,000 دينار، تأمينها 25%، المصاريف 300، فرق العملة 200، فرق العملة 200. تمام هيك؟ تمام. إذا في الحال هذا حكومة فتح اعتماد مستند بقيمة 200,000، من 200,000 من حساب تعهدات العملاء مقابل اعتماد مستندي، 200,000 إلى حساب تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية بال 200,000. طيب تمام هيك؟ تمام. حيقوم باستيفاء قيمة المصاريف والتأمينات من حساب العميل، فحنقول من حساب حسابات جارية، من حساب حسابات جارية إلى حساب إلى مذكورين، قيمة التأمين اللي هو خمس ربع 25%، المصاريف 300، والعمولة العملة فرق عملة 200، مجموعهم 50,500، هذا سوف يتم تحصيلهم من حساب جاري العميل. تمام. 19/11 تم إرسال كتاب اعتماد إلى البنك المراسل من أجل تبليغه للمصدر وتحويل قيمة التأمين المستلمة من الاعتماد. يعني أنا عندي قيمة الاعتماد قديش؟ قيمة التأمين قديش؟ 50,000. هقوم بتوريد هذه القيمة إلى بنك المصدر، فحقول كالتالي: من 50,000 من حساب مراسلين اعتماد إلى حساب البنك المركزي، لأنه تم إرسال هذه الأموال عن طريق البنك المركزي. طبعا في حالات تانية يتم إرسالها، يتم وضع القيمة في حساب جاري البنك المراسل، لكن إحنا للتخفيف خليناها إيش؟ بنك مركزي وفقط. بتاريخ 27/12 وصلت المستندات الخاصة بالاعتماد مرفقة معها البضاعة. طبعا وصلت
حيقوم البنك بمخاطبة العميل، يا عميل تعال سدد المستحق عليه واستلم المستندات. فحيجي العميل بسداد المستحق عليه حتى يقدر يستلم المستندات. فكم عليه؟ دفع 50,000، هذول عليه 150,000 حتى خصمه من حسابه الجاري، يضاف قيمة التأمين، حتم قفل حساب التأمين قيمة 50,000 ووضع القيمة بالكامل في حساب مراسلين اعتمادات بـ200,000. ملاحظين المراسلين خدوا استلموا 50,000 وإلهم 200,000، فكان يعني إلهم 200,000 استلموا قد كان في السابق 50، إذا متبقي لهم 150 تم عمل قيد بالكلام هذا من حساب 150 من حساب مراسلين اعتماد إلى حساب البنك المركزي. ثم في كل الأحوال يا شباب طالما انتهت المسألة يتم إلغاء القيد النظامي. خلينا نكمل. في أنا عندي هنا اعتماد مستند بقيمة 70,000 دينار لاستيراد بضاعة تم تنفيذها، كتب هنا منفذة في تأميم 30% عمولة مراسلين 300 دينار. كيف بالنسبة الكلام هذا؟ يعني يا شباب من الآخر تم فتح اعتماد مستندي في فترات سابقة واستيفاء جميع المصاريف والتأمينات من العميل، وكانت قيمة التأمينات 30%، تمام هيك؟ والتأمين اللي استلمناه 30% تم توريده إلى البنك المراسل. إذا في عندي 3 قيود سابقة الإعداد مش حنقوم إعدادها في المسألة هان، حنفترضها موجودة، تمام؟ وبدنا نكمل المسألة. لما قال لي منفذة معناته إنه أنا حروح بتكملة إجراءات الاعتماد وحقوم باستلام خصم باقي قيمة الاعتماد المستحقة على العميل وتوريد المبلغ إلى المراسلين. فالتأمينات 30% يعني 21,000 دينار، والمبلغ الباقي المبلغ المستحق 49,000 دينار. إذا هاخد من العميل 49,000 دينار من حساب الجاري أخصم، وبعدين حخصم 49,000 دينار وأضيف قيمة 21,000 دينار وتوريد المبلغ إلى مين؟ إلى حساب المراسلين. ملاحظين 70,000 إلى حساب المراسلين، كم هم استلموا في الأول؟ 21، كم متبقي لهم؟ 49. فحنكمل إرسال باقي القيمة المستحقة اللي هي 49,000 من حساب مراسلين اعتماد إلى حساب البنك المركزي بـ49,000. ثم في كل الأحوال إلغاء القيد النظامي، تمام هيك يا شباب؟ حنشوف إن شاء الله البوارز التحصيل في المحاضرة القادمة، وإلى لقاء إن شاء الله، وبارك الله فيكم وشكرا على حسن استماعكم.